رغم ان انتي كنتي يعني نجمة، انتي وبشير اسماعيل كنتوا نجمات الفرقة طبعا القومية، لكن لما اتعرض عليك ان انتي ترقصي في فنادق وفي اماكن رفضت. رفضتي وقلت لا انا عشان شكلي وسمعتي، هل انتي بتشوفي ان الرقص عيب ولا ده خبر مش لا لا اكيد؟ لا لا خالص، الرقص بالعكس. الشكل لا بالعكس، بس هي مش عايزة. بالعكس. لا لا، الظروف يعني ساعتها، بصي الظروف. لا انا كنت انا اتمنى طبعا كنت ارقص شرقي، ليه لا طبعا، بالعكس طب ده ايه انا الظروف؟ متمكنه وارقص شرقي وبحب اللي بيرقص يعني، ومن كتر حبي للرقص الشرقي يعني، يعني مثلا هو فيلم بس فريده فهمي ده فيلم واحد، لكن الرقص عامه نعيمه عاكف، زينات علوي، ناس كل ده تحية الرقص. كاريوكا. ايه ايه كان كان الظروف اللي تمنعك انك تعملي كده؟ لا يعني ما كانتش مناسبه، ما كانتش مناسبه ساعتها الظروف يعني، كنت يعني كان يعني نفسيا ما كنتش مناسبه، طب يعني انت كان عندك، اسريا بقى وبتاع ما كنت تخشي في خلافات كتيرة مع لا 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 أسرتك؟ يعني طب كفايه خلافات كده حلوه كفاية. قوي يعني طب كده. انت كان عندك محنة، انت كان عندك في حياتك أكتر من محنة، منهم محنة المرض. أخوكي توفى بالسرطان وانت حبيبي انا قبل الله منه، انا على الله فكره يرحمه. عيت قبل منه، وانت تعبتي انا قبله. 2015 هو دخل 2016، هو عنده بلتي بينهما في الدم وكده، يعني شغلانات انت يعني. لما اتقالك ان انت عندك سرطان كان رد فعله ايه عليكي؟ بصي هو صعب الواحد ان هو يشرح احاسيس يعني، عارفه ازاي صعب، انما طبعا انت بتتخضي طبعا. انا ما عرفتها يعني بعد شويه، يعني بعد شويتين يعني، حاجه بسيطه جدا يعني في الاول، وبتروحي تعملي مش عارفه تحليلات وما علينا يعني. انت علنتي بعد ما ايه اول خفيتي؟ حاجه، ايه اول انا حاجه؟ انا ما اعلنتش، انا بعد 3 سنين لما انا ما قلتش خفيتي. لحد خالص، عمل عامه خالص. عايده اول حاجه فكرتي تعمليها بعد ما عرفتي ان انت عندك بدايه الكانسر في الستيج الاولاني، وده نعمه من عند ربنا، اول حاجه فكرتي تعمليها ايه؟ اول حاجه، جت في دماغك؟ لا مش حاجه اعملها، انا عارفه ان انا هتكل على الله يعني، مش هعمل ايه اللي ممكن اعمله بس يعني. ده رعب لوحده. طبعا طبعا رعب، بس انا كان عندي، بصي بصي ربنا بيدي البلاء وبيدينا حاجات حلوه جدا احنا مش عارفين قيمتها، بيدينا نعم، احنا بيديكي السكينه من عنده، في واحد يدي لي جنان، في بيديكي رضا. النسيان، القناعة، عندك قناعة وعزة نفس، ودي ربنا، دي حاجات مش احنا اللي بنصنعها، ولا انا عشان مثلا فلانة ولا لا، ربنا كل واحد بيديله حاجات جميلة، حاجات جميلة بس احنا ما بنقدرهاش. هو كان مديني البلد ده، طبعا انا اتخضيت من جواي، بس كنت يعني سلمي امري، بعد ما بتخفي راضيه يعني، بتحسي كنت بزهر. راضيه، بس كان عندي حاجه جوانيه صدقيني. ان انا هخف. بصي الحاجه الحلوه يعني، احنا ساعه المرض بنتقرب دايما لربنا، مش هقول لك انا ما كنتش اعرف ربنا، ولا كنت مثلا ملتزمه ما بصلي كل يوم، لا وانا صغيره دايما طول عمري صلي قبل ما انام، الصبح قبل ما انام، المدرسه والمدرسه والحاجات والحاجات دي كانت موجوده عامه، عشان ننجح، عشان مش عارفه ايه وكده يعني، موجوده جوايا فكرة حته التدين. ان في ربنا، في حاجات لذيذه موجوده، بتبقى في كل انسان على فكره، في كل انسان. ساعه ما بتخشي في محن بتتقربي اكتر لربنا، ده حقيقي. بتحسي ان كل واحد هو ليه اسلوب في منقذك. التقرب اللي هو ليه يعني. انا كان عندي، بص يعني كان عندي ايه يعني، ما اعرفش، انا كنت حاسه ان انا يعني هخف، حاسه كده. بعد ما ربنا كرمك وعديتي من المحنة دي، حسيتي بنوع من الزهد ان مفيش حاجة تستحق ان يا سلام تحاربي عليكي يا عليها؟ مفيدة، انت بس اللي يجي يجي واللي ما يجيش يا ما يجيش. سلام، جه جه، انت ما جت معايا بصي النهارده مش مهم. انت قلتي الجملة ان مفيش، طبعا المحن هو مش شرط كل واحد يمر بمحن عشان يبقى يعمل، لقيت ما فيش اي حاجه في الدنيا تستاهل تستاهل اي حاجه. صح. اي انا كنت بحس ان ربنا اداني كتير يعني، مثلا بعد ما انفصلت كنت مثلا حاجه و30 وابتدي اشتغل واعمل نفسي
ويعني واللي حواليا اللي محتاج، بس انا كل اخواتي الحمد لله كلهم يعني كلهم كويسين طبعا، اللي محتاج يعني ركزت نفسي الحمد لله، ومبقتش محتاجه ان انا اي حد، وحتى لما تعبت يعني ما قلتش لاي حد، لان ايه حتى لو معايا اخر حتى لو اللي عندي قد كده، بس هم بس في اللي الفتره دي ما يهمكيش. النجمه الجميله بوسي وقفت جنبك، هي لا انتوا فاهمين، هي غيرت بس انتوا مواعيد فهمتوا التصوير. بس هو الحوار بس ما جاش مظبوط. انا كنت بمثل ساعتها حاله عشق، كانت طلع اختي في بوسي، وكان استاذ نور برضو راجع من لندن وكان تعبان وكده، كانت ايه ساعه التصوير مثلا يعني ايه يعني اقول لها واقول للمخرج طبعا ان في 3 ايام بروح باخد اخد فيهم فيهم الكيمو الدواء واجي يعني خليني ايه هقول لك قبلها التصوير وحاجات زي في اي وقت عايده، هي جميله قوي. وكانت تجيب لي قشطه بس مش في ميعادها، كانت بتجي لها من بره عشان دي مفيده للحاجات دي، وكان بتيجي النور يعني. فهي دي الوقوف الانساني اللي هو جميل يعني، عارفه ازاي، وان ما تقولش لحد وكده.